Hey guys, ازيكم عاملين ايه؟ Welcome back to my channel. الفيديو اللي فات انا كنت قلتلكوا على اساسيات لبس الجامعة، فجالي تعليق من واحدة طلبت مني ان انا اعمل فيديو عن ملابس العمل او افكار لملابس العمل، فالنهاردة هوريكوا افكار مختلفة تقدروا ان انتوا تلبسوها في الشغل. مبدئيا كده الشغل بينقسم لتلات انواع. في انواع من الشركات بتبقى اسمها casual work environment او بتقول لهم ان انتوا ممكن تلبسوا لبس كاجوال في الشركة. النوع التاني هي مش كاجوال قوي بس في نفس الوقت مش طالبة منهم ان هم يلبسوا لبس فورمال، بيبقى اسمها smart casual dress code. ده هوريكوا برضو افكار تقدروا تلبسوها فيه. وبعدين اخر نوع عندنا هو الفورمال او اللبس اللي لازم تلبسوه كل يوم يبقى لبس فورمال في الشغل، وهو الفورمال dress code. فانا في الفيديو بتاع النهاردة هغطي التلات انواع من الشركات دي، هوريكو افكار لللبس، هوريكو ايه المسموح وايه اللي مش مسموح في كل نوع من انواع اللبس ده. وطبعا بما اننا بنتكلم عن لبس الشغل، ما كانش فيه احسن من موتيف ان انا اختار منه القطع اللي عملها ستايلينج. للي ما يعرفش ايه موتيف ده، موتيف هو فاشن لاين اختصاصه عن لبس الشغل، بيعمل القطع اللي هي تقدروا ان انتوا تلبسوها في الشغل، حاجات فورمال، حاجات سمارت كاجوال، او حتى ان انتوا تستخدموها بطرق تنفع ان هي تتلبس كاجوال. فده بيبقى احسن مكان طبعا ان احنا ندور فيه على لبس الشغل، خاصة لو انتوا من النوع اللي بتلبسوا سمارت كاجوال وفورمال في الشغل. اللي بيميز موتيف هو الخامات بتاعته حلوة جدا، الخامات بتاعته بتبقى خامات قيمة، كل الخياطات بتاعت القطعة بتبقى خياطات مظبوطة، وفعلا القطعة بتبقى باينة ان هي هاي كواليتي او ان هي قطعة فخمة. فبتبقى حلوة جدا طبعا لو احنا بنتكلم عن لبس الشغل، لان احنا بنبقى عايزين برضو نبان مور بروفيشنال او ان احنا نبان ان احنا فخمين اكتر. دي من الحاجات اللي بتخلي الناس ياخدونا على محمل جد في الشغل، ان احنا منظرنا مهتمين بيه. موتيف تقدروا ان انتوا تلاقوه في شي ان بسهولة جدا، زي ما انتوا شايفين في الفيديو اللي انا مشيراه، سهل جدا ان انتوا تدوروا على حاجات موتيف في شي ان ذات نفسه، فتقدروا ان انتوا تعملوا الاوردرز من هناك. وطبعا هسيب لكم كود الخصم واللينكات بتاعت القطع اللي انا هستخدمها النهارده كلها في صندوق الوصف تحت لو حابين ان انتوا تشوفوها. دلوقتي هوريكم القطع اللي انا جبتها من موتيف. كل قطعه هحاول ان انا اوريكم ازاي ممكن تلبسوها في كل نوع من انواع الشغل، وانا بوريكم الستايلات المختلفة دي هوريكم برضو ايه المسموح بيه وايه اللي مش مسموح بيه في كل نوع من انواع الدريس كودز بتاعت الشغل. جماعة اللي ما يعرفش كلمة دريس كود، دريس كود هو قوانين اللبس، انا مش عارفة المعنى بتاعها بالظبط، بس الدريس كود عامة بيبقى قوانين اللبس. كل مكان ليه بيبقى فيه دريس كود، بس بيبقى اشهرها هو الشغل والمدارس والجامعات، لان هي دي اللي بتهتم قوي بالدريس كود. بس بيبقى فيه دريس كودز كده مش قوانين قوي، يعني مثلا فرح بيبقى ليه دريس كود ان انتوا مفروض تلبسوا لبس سهرة، لو رايحين نادي ما نلبسوا لبس سهرة في النادي، بس مش بتبقى قوانين مكتوبة. يعني لو لابسين حاجة غير كده محدش هيقدر ان هو يترككوا او يقول لكم ترجعوا بيتكوا. لكن في الشغل وفي المدرسة وفي الجامعة هتلاقوا ان انتوا لو خالفتوا قوانين اللبس او الدريس كودز بتاعت الاماكن دي، ممكن في يوم من الايام مثلا تلاقوا في الشغل يقول لكم معلش انتم محتاجين ان انتوا تروحوا لان الدريس كود بتاعكم مش مناسب للشغل، فمش هينفع ان احنا ندخلكم الشغل. anyway خلينا ان احنا نبتدي. وزي ما قلت كل قطعة من القطع اللي انا جايباها من موتيف هوريكم ازاي تعملوها ستايلين في كل نوع من انواع الشركات بحيث ان كل الناس تستفيد. اول قطعة عندنا هي الشنطة دي، فزي ما انتوا شايفين الشنطة فخمة جدا، انا حبيت اجيب اللون ده لان هو لون مختلف يعني مش عندي، فقلت ان هو يبقى موجود اللون الاخضر التفاحي ده. الشنطة حلوة جدا وفخمة قوي، حجمها كمان حلو، ياخد حاجات كتير، يعني مثلا هياخد الموبايل وهياخد المحفظة، الميك اب مثلا لو احنا ماخدين معانا ميك اب في الشغل، قلم والحاجات دي. وطبعا هتبقوا محتاجين شنطة تانية لللابتوب لو انتوا لازم تتحركوا باللابتوب، لو بي سي في الشغل هتلاقوا ان يعني الشنطة دي هتكفيكوا قوي. فيها جيب من بره بس مش عارفة الجيب ده يعني ممكن ياخد كده فلوس بسيطة. وعلى فكرة هي فيها ايد طويلة، يعني زي ما انتوا شايفين هنا في ايد طويلة ممكن ان انتوا تركبوها في الشنطة وتمسكوها كراس. تعالوا نعمل للشنطة دي ثلاث ستايلات مختلفة وهكلمكم عن كل ستايل. طيب هو اول طقم هو الطقم الكاجوال، لبسته على السكيرت السوداء وعلى السويتشيرت الابيض والسنيكر. في اللبس الكاجوال عامة بيبقى مسموح ليكم ان انتوا تلبسوا كل حاجة، لو سويت بانس، سنيكرز، جينز،
الحاجة الوحيدة اللي هقول لكم تبعدوا عنها لو لبس مثلا يبقى مقطع، يعني ريب جينز او لبس مفتوح شوية، حاولوا ان اللبس يبقى مقفول وطويل. بالنسبة للسمارت كاجوال بيبقى مسموح ليكم ان انتوا تلبسوا بنطلون جينز، بس حاولوا بقى تلبسوا بلوزة، او لو هتلبسوا مثلا حاجة كاجوال من فوق يبقى على بنطلون كلاسيك، يعني تعملوا ربط بين الاتنين. بالنسبة للفورمال بقى لازم يبقى بنطلون كلاسيك، لازم يبقى شيميز او بليزر، ويبقى كمان في جزمة كعب. جايز صحيح، لو حد عايز يطلب اي حاجة من موتيف او اي حاجة من شي ام، انا عندي صفحة في الانستجرام اسمها اسراء بسيوني ستور، دايما بيبقى فيها اوردر شغال، فاللي عايز يطلب اي حاجة بيدخل على الصفحة هناك ويبعت لي رسالة فيها لينكات القطع اللي هو عايزها، وانا برتب له السعر، بيبقى شامل الجمارك وشامل كل حاجة، وبقدر اوصلها له لحد البيت في اقل من 21 يوم. فاللي عايز يعمل اوردر يبعت لي على الانستجرام دلوقتي. تاني قطعة جبتها هو الفستان الابيض الجميل ده، حلو قوي الفستان، هو قماشته تعتبر هي مش صوف تقيل، بس في نفس الوقت هي مش صيفي قوي، فهي تنفع في الفترة اللي جاية اللي هي الخريف. الفستان ده نقدر ان احنا نلبسه من كاجوال لحد فورمال، وانا هوريكم دلوقتي الطرق اللي احنا ممكن نلبسه بيها. بس زي ما قلت من البداية، بجد موتيف بيتميز ان القطعة بتاعته بتبقى قيمة جدا، انتوا بتلاحظوها من اول ما تلاقوا القماش. القماش مش من النوع اللي هو بيدي وبرة بسهولة، فهيفضل محافظ على ان هو قيم، كمان التقفيلات بتاعته بتبقى حلوة جدا، والأقمشة اول ما بتلبسوها بتحسوا قد ايه ان هي ناعمة. فتعالوا نلبسه، وزي ما قلت هتلاقوا اللينكات على طول تحت. اول حاجة بالنسبة للطقم الكاجوال لبسته زي ما هو، وعلى سنيكر وعلى شنطة كاجوال. بالنسبة للطقم السمارت كاجوال لبسته على هيلز، بس حطيت دينم جاكيت ملون من فوق، فكان في بالانس بين الكاجوال وبين الفورمال. طبعا بالطقم الفورمال لبسته على هيلز وعلى بليزر عشان يدي الفورمال اطاير. جماعة طبعا لو عايزين تشوفوا ستايلات زي دي اكتر، تابعوني في الانستجرام @اسراء بسيوني، هتلاقوني على طول بنزل ريلز ازاي تلبسوا نفس القطعة بكذا طريقة، وبرضه بحط لكم افكار كتير تختلف، يعني شغل كاجوال جامعة، هتلاقوا كل حاجة موجودة عندي في الانستجرام، فتابعوني هناك عشان يوصلكوا كل الحاجات الجديدة. بعد كده عندنا السكيرت البليتد دي، اصلا بليت سكيرت كده كده حاجه يعني كلاسيك، مش هتبطل، تقدر قاعده عندها في الدولاب. عجبني بقى انها يونيك، لان عمركم يعني نادرا ما هتلاقوا برينتد سكيرت بليتد بالمنظر ده. البرينتس اللي فيها حلوه جدا، هي حيوانات والالوان كلها على بعض لايقه، ما بين الاصفر بتاع النمر للاسود المربعات والحرف بتاع السكيرتس مع اللون الكريم الجميل ده، فهي حلوه جدا. عايزه اقول لكم ان كل الحاجات اللي انا جايباها مقاس سمول، موتيف حاجته ترو تو سايز، يعني عمركم ما تكبروا فيه، لان الحاجات فعلا بتبقى مقاسها مظبوط. ف يا خلينا بقى نعملها ستايلنج لثلاث طرق مختلفه. بالنسبة لأول حاجة الكاجوال لبستها على دينم جاكيت وسنيكر وحطيت التوت باج. بالنسبة للسمارت كاجوال حسيت ان انا احط هيلز والبسها على سويتر عادي، حطيت الشنطة السوداء عشان تعمل ربط مع السكيرت. بالنسبة طبعا للفورمال حطيت بليزر عليها، قفلت البليزر وكان في هيلز سوداء عشان اقفل اللون. غالبا في الفورمال هتلاقوني نادرا ما ان انا اعمل اطقم بلبس فيه برينتس، لان الفورمال بيبقى ساده اكتر، بس برضو لو عندكم حاجه فيها برينتس حاولوا ان انتوا تلبسوها على بليزرز والوان مقفوله شويه، وهيبقى شكلها حلو. جماعه عايزه اقول لكم صحيح ان انتوا بتلاقوا كل القطع دي متوفره فوري على الصفحه بتاعتي في الانستجرام اللي هي بتاعت الستور اسراء بسيوني ستور، هتلاقوا فيها كل الحاجات دي متوفره، بتكون عرضها بسعرها الاصلي من غير جمارك، وبتكون متوفره حاليا، يعني اي حد عايزها بتوصل له خلال 5 ايام عمل. فاللي عايز يعمل اوردر من اي الحاجات دي وفي حاجات تانية برضه على الصفحه، يروح عندي في الصفحه في الانستجرام اسراء بسيوني دوت ستور. ندخل بقى على القطعة اللي بعد كده. جبت توب، التوب ده اول ما تشوفوه تقولوا ان هو out of dress code عشان هو مفتوح من فوق، بس الفكرة كلها ان انتوا ممكن تلبسوا عليه كل حاجة، لان هي بلوزة حلوة جدا، اللون بتاعها جميل والقماشة بتاعتها برضو حلوة قوي. القماشة بتاعتها اللي هي كأنها فيها كروسرات كده كروشيه، فحلوة جدا الظهر في الاكسنت ده، غير طبعا ان هي ممكن تتلبس في الشغل، دي تبقى في السهرات حلوة جدا، قطعة تبقى حلوة للسهرات. بس النهاردة هوريكم ازاي ممكن تلبسوها في الشغل بثلاث طرق مختلفة.
اول طريقه، الطريقه الكاجوال، لبسته على بنطلون جينز اسود ولبسته برضو عليه الدينم جاكيت الاسود، حطيت السنيكر البيضه والشنطه البيضه. بالنسبه للسيمي كاجوال لبست بليزر ابيض على بنطلون جينز، حفظته خلاص سيمي كاجوال. ممكن نلبس بليزر على جينز او بنطلون كلاسيك على حاجه كاجوال من فوق اكتر. بالنسبه للفورمال بقى، لبست نفس البليزر الابيض بس حطيت بنطلون ابيض، فعمل ان انا كاني لابسه سوت. وزي ما انتم شايفين التوب حلو جدا تحت اي جاكيت، شكله جميل من كاجوال لحاجات فورمال، ولوحده برضو تقدروا تستخدموه بره الشغل. بعد كده جبت التوب الاصفر ده، بجد حلو جدا. ده اصلا يعني هو شكله في الموديل بولو ده بيدي المنظر السمارت كاجوال، بس هوريكوا برضو ازاي ممكن البسه بطريقه كاجوال وازاي ممكن نخليه بطريقه فورمال برضو، بحيث ان مهما كان الستايل بتاعك تقدري تلبسيه. ده حلو قوي on its own اصلا ان انتوا تلبسوه كده حتى في الخروج، شكله حلو، اللون بتاعه جميل جدا، بس مناسب برضو للشغل لان انتوا لو اخدتوا بالكم هو مقفول من عند الرقبه فبيبقى مناسب للشغل. عايزه اوريكم حاجه حلوه جدا في التوب ده، هو الزراير بتاعته يا جماعه شايفينها جميله ازاي، عامله زي الصدف كده. اهو احلى حاجه في موتيف بقى ان هو بيهتم بالديتيلز دي كلها. بالنسبه للكاجوال لبسته على البنطلون الجينز وحطيت الباليرينا دي والشنطه. الطقم ده برضو ينفع سيمي كاجوال، يعني ممكن برضو في بيت عمل سيمي كاجوال ينفع. بالنسبة للسيمي كاجوال لوك لبسته على البنطلون اللي لونه لبني ده والشنطة البيضة. طبعا في الفورمال رحت لابساه على البدلة السوداء، واللون الأصفر مع الأسود كان لون حلو جدا، وكأني لابسة شميز بس هو طب في الأول وفي الآخر، فيبقى حلو في الصيف. بعد كده عندنا الفستان ده، حلو جدا يا جماعة. بصوا الرسومات اللي عليه كيوت ازاي، عليه زيبرا كده وحاجات باللون البينك والازرق، بجد كيوت قوي. هو فيه كورنيشن من تحت، يعني هو فعلا فيه شغل كتير جدا الفستان ده. الفستان كمان قماشته شيفون ناعمة جدا، ومبطنينه في بطانة، البطانة حلوة جدا ان هو تخليه مش شفاف بقى، وان احنا ايه منبقاش ناعيين هم ان احنا في الشغل حاجة تبان، فدي حاجة حلوة جدا في الفستان ده. الفستان ده ميال اكتر للستايل الكاجوال، ممكن سمارت كاجوال. الفورمال هيبقى صعب شوية، بس انا عندي ليه طريقة انه يتلبس فورمال. بس عادة في الفورمال هقول لكم ان انتوا تبعدوا عن الحاجات اللي فيها اصلا نقوشات، حاولوا ان انتوا تروحوا للحاجات السادة اكتر. بس لو عندكم هوريكم ازاي تستخدموها كحاجة فورمال. في الكاجوال لبسته على سنيكر بينك وحطيت الشنطة الجينز. بالنسبة للسيمي فورمال حطيت بس الهيلز الأبيض والشنطة البيضة. في الطقم الفورمال حطيت البليزر الأزرق، كان قريب جدا من اللون اللبني اللي في الفستان، فعمل ربط حلو برضو مع الهيلز الأبيض والشنطة البيضة. بس كده جايز، هي دي كانت الحاجات اللي انا جبتها من موتيف. يا رب يكون الفيديو ده طلعت منه بافكار، مهما كان بيئه العمل بتاعتكم او الدريس كود بتاعكم. حاولت ان انا اديكم افكار كتير جدا زي ما قلت، لو عايزين افكار تانية لو عندي في الانستجرام. وثانك يو سو ماتش ان انتوا اتفرجتوا على الفيديو ده، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.